السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعين قناة أراضي وعقارات عبدو. اليوم كنتواجدوا في قبيلة قبليين، ولكن اليوم جينا في الحاجزة ما بين قبليين وأيتيادين، بالضبط في قبيلة أيت موسى وسالم. اليوم غنشارك معكم قطعة أرضية للبيع، قطعة أرضية ديالنا كتبعد على مدينة الخميسات حوالي 15 كيلومتر، وعلى أيتيادين حوالي 5 ديال الكيلومتر. أرضية المساحة ديال الأرض قلنا هكتار، فيها 10 دركايز ديال الضو، وفيها بعض الأغراس كما صورت لكم من قبل، غادي تشوفوا على الشاشة. فيها أغراس ديال الزيتون والكرموس، وكذلك فيها منزل. منزل من حجم المساحة ديالو 100 متر أو ما يزيد، وفيها كوري، هو هذا اللي هو الوراء ديالي، حتى هو راه كبير، خصو غير الضالة. والمنزل ديالنا راه فيه 100 متر أو ما يزيد، والسفلي راه مبني، والفوقي خصو حتى هو غير الضالة. هاد الأرض هادي قلنا راها ملكية، فيها شي تقريبا 10 دركايز ديال الضو، وفيها المادلونيب، وفيها الضو هو أمامكم، وما كتبعدش على القدرون بحوالي 15 متر. اتبعوني ان شاء الله في هذه الارض هذه، وانتم الثمن 6-8 المتتبعين، الثمن ما كيتعداش 90 مليون. قلنا منزل ذو طبقين، الارض هكتار، المنزل حوالي 100 متر، المادلونيب والضو والطريق، والطريق ما كتبعدش القدرون اللي كدي الخميس وكدي الخميسات 15 متر فقط. تابعوني ان شاء الله. ارض هي هذه المتتبعين، كما كتشوفوا الزيتون هذا كوري. اجيو معايا نوريكم المنزل، شوفوا معايا تبارك الله شحال فيها الركيز ديال الضو. قرب لكم شويه، تقريبا 10 ديال الركيز ديال الضو، والطريق ما كتبعدش غير 15 متر بلا شك. راه كتشوفوا الحديد، ها هو كيمر من هنا الحديد، ها الكودرون تيبان لكم عند هذيك الدار،
عندها طريق خاصة كدوز الحديد حتى لعندها. نزيدو ندخلو شوية. هادو أشجار الرمان والزيتون. هذا الماء ديال لونيب المكانة، وهذا المدخل ديال المنزل والضيعة. قلنا هذا كوري، ها هو كبير. المنزل هو هذا، المساحة ديالو تقريبا 100 متر. ها هو أمامكم. هذا النبح، ها هو هذا كوري طويل وكبير، وفيها قلنا بير والدورة موجود. ها الكوري خصو غير السقف. هذا شريج. ندخلو الضيعة. هذا نبح كما كنقولو. هنا أشجار ديال الكرموس والركاز ديال الدورة هم موجودين. أرض قلنا راها مسيجة بالكامل، كلها مسيجة، وفيها الركاز ديال الضو والمكاين والبير هو هذا. والأرض راها هوطة. هذا هو البير، راه كيخدم بالبومبا. أرض مواطية ومقادة عند هذاك الشجر لهنا، راه كيبان لكم الحد وكيبان لكم السياج. والمنزل ديال المتتبعين هو هذا، فيه السفلي والفوقي واقف على الضالة. وانتم اللي بغى هاد الأرض هادي ما عليه غير يتصل على قناة أراضي وعقارات عبدو، غادي يلقى الرقم أسفل الشاشة. ها المنزل ديال المتتبعين هو هذا، المساحة ديالو تقريبا 100 متر. وقلنا القدرون راه كيبعد غير ب 15 متر. ها الحديد غيبان لكم من هنا، نقرب لكم شوية. ها القدرون راه تيبان من هنايا، إذا بعد 15 أمتار. والأرض هي هادي، راها مواطية ومقادة وخاوية. الركيز ديال الضو المتتبعين. الحديد كيمر، ها هو أمامكم. الطاكسي ها هو كيبان لكم على بعد 15 متر أو 20. وانتم اللي بغى هاد الأرض هادي ما عليه غير يتصل على قناة أراضي وعقارات عبدو، غادي يلقى الرقم أسفل الشاشة.